صباح النور، صباح الفل والياسمين. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهاير جديد وروتين جديد. سامحوني كان امبارح غبت عليكم، والله العظيم ما تتصوروش قديش توحشتكم وعيشكم. الكل اللي سألوا عليا في التعليقات لاحظوا غيابي، حسيت روحي هيك بالحق عندي مكانة في قلوبكم وكل شيء. اليوم حبيت نشارك معاكم فرش الأول البيت متاع الصغار، ما كنتش باش نشاركها معاكم، قلت من لول نشري بالحاجة في الحاجة ونخبي وقت اللي ندهن البيت ونركحها وكل تو نفرشها فرد مرة معاكم ونعمل روتين خاص بها باش ما تفدوش من كل روتين باش نقعد نحكي على بيت الصغار. اما فما متتبعة معايا يعني عزيزة بارش على قلبي طلبت مني، قالت لي بربي نحب نشوف هالبيت ونحب نشوف الزرابي كيفاش كي تفرشت وكل، خذيت بخاطرها واني هاني ديما نسألكم شنو تحبوا نوعية الفيديوهات، شنو تحب نصور لكم، شنو الحاجة تحب نطيبوها لكم. طلباتكم على عيني وراسي، بالعكس والله نحب هيك حاجات وافكار باش نلقى شنو نصور، خاطر ساعات يغيبوا عليا مع المواضيع ونلقى ما نصور ونلقى ما فيديو هيك جديد وكل. انا انتم اعطيوني افكار واني ما عليا كان ننفذ كان في مقدوري بالطبيعه. كيف ما قلت لكم باش نفرش فرش الاول البيت، وهي غدوه باش تعاود تتهز كل شيء وباش تدهن البيت. كانت كما شفتوا السرة كانوا في الجهة الأخرى، وبرشا معانا في القناة قالوا لي جرب حط السرة ورا معناها الشباك وراها كما عملت لي تو، قلت برا خلي ناخذ خاطرهم ونجربها وبالكش تعجبني. اما برشا ناس قالوا لي انه السرير كي يتحط وراه شباك يعطي طاقه سلبيه في الدار، ما خيرش انه السرير يبدا يبقى بالحيط مقابل الشباك مثال ولا بعيد عليه، المهم الحيط بتاع الشباك يتحل الشباك ما تلقاش السرير معرض. اما قلت مثال خلي نجربها بلكش البيت توسع وكل شيء، ما حسيتها بالحق وساعة البيت. انا كل مره نحاول نبدل لهم تغيير ديكور واني ونفسيتي اصلا تتبدل. البارح مشيت قضيت من ترفر، امبارح نهار عليا نهار كامل ندور هذاك، علاش لا نجمت نعمل لكم المونتاج ولا نجمت نصور معكم حتى فيديو. الفيديو اللي تصور هذايا اليوم صورته اليوم وهبطه لكم في فرط نهار. عندي فيديو مصورته قديمه شويه تو ان شاء الله قدرت ربي غدوه نهبطه لكم. كيف ما شفتوا بدلت البيت ومسحتها وفرشتك الفروشه هذوكم جدد خذيتهم البارح، وياريتني خذيتهم في الجري الله غالب. والواحد حبيت نهز معايا شكون ما لقيتش الحقيقه، حبيت نهز معايا اخت راجلي ما لقيتهاش لاهية، خاطر ديما رايين خير من راي، وراجلي كنهزه ويقضي معايا كل شيء باهي، اي حاجه نقول له باهي يقول لي باهي، اي حاجه نقول له مش باهي يقول لي مش باهي. عرفتوا كل ما يعاونيش برشا، مش كيما كان هزيت معايا طفله ولا صاحبتي ولا حاجه، على الاقل رايين خير من راي. ووقتها اختي وما الحقيقه بحذاها مصغاري هذاك، علاش وراني على الاقل هزيت اختي ولا ما هكا. وكملت فرشتها وحطيت دوكم زيد تذكرها بشيتهم لهم البارح، وهذه هيك الفرشه الاولى متاع البيت على خاطر ما زلنا باش نحسنوا البيت هذيا باش نكرهكم فيها. الفرشه الاولى والفرشه الثانيه ان شاء الله يمكن بعد غدوتين هيك، خاطر بقدره ربي اليوم ولا غدوه باش ندهنوا الحيط. بالنسبه للحيط باش ندهنوه في باش ندهنوا كله في البلون، وباش نعمل فيه كما الاشكال في البلوسيير نفس البلوسيير اللي في الازرق. باش تو نوريكم الفروشه اللي خذيتهم، شوفوا محليهم البنات. حبيت على الكويت هكية كتبدأ فرش يبدأ مزيان، معنا مع مخط وكل شيء ما لقيتش در 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 في ترفر البارح نهار كامل. البارح مشيت النصف نهار، روحت يمكن الستة متاع العشية والله على فرد جنب واني لوج ونقضي ما لقيتش الفروشة. ما مش مشكل معناها الواحد مش بشي يقعد طول عمره مش بشي يبدل ويشري، اني عندي زوز فروشة كيف ما هيك عباين معناها عندي في البلو وفي الجري وكل حسيت وتخرج على البيت. ما حبيت نعملها فرشه جديده من لول وجديد، خاطر مرتبط هب ان شاء الله باش نشري منها زوز بلايس لبيتي.
شوفوا محلاها. رطبة رطبة مش نرمال هيك، حطيت حبيتك فيها قلوب، فما نقشة مني حبيتك قلوب. بطبيعة عزوز خديتهم كيف كيف، خديتهم في البيش، قلت يخرجوا على الزرابي بعد ظهروا لي بعاد شوية على الزرابي، منعش كان تعطيني رايك ممكن كان خديتهم في الجري أحسن، على خاطر غلطت غلطة أخرى زيدا تنقلكم عليهم بعد. كما شفتوا هيك حطيت لهني زربية، هذية متاع واحدة متاع اللعبة متاعهم، حتى اللي نلقى بلاصة وننظم هيلهم، يمكن نعمل إيتاجوريت ولا حاجة في البيت. بعد ما تتدهن إن شاء الله نزيدها. حطيت زربية غادي وزربية ما بين الفروشة لهني هيك. بالنسبة للعبين عارفة إنه باش يسألوني عليهم، خديتهم الكعبتين بمية دينار، وخديت لهم زوز الكرهب هذوما. ولادي كي دخلوا للبيت ما يعرفوهاش البيت، ما هزيتهم لدارنا قلت نحضر هيلهم بعد يدخلوا لها، حصلوا لا علاقة بالبيت، جست تنوريكم شوية هيك لقطات كيفاش شافوا بيتهم، أما حصلوا ركزوا مع الكرهب ما ركزوش مع البيت جم لا. وهذه الزربية، الزربية هذه صنع تونسي الحقيقة، حبيت نشجع هيك الانتاج التونسي متاعنا وخذيتها تونسية. نعش مكتوبة، استنى كي نلقى حاجة هيك تونسية نحب نشريها، صنع تونسي على الأقل واحد يشجع شوية الصناعة والخياطة متاع تونس. شركة الفن الزربية التونسية، صناعة وخياطة تونسية، المصنع طريق قروان ساكن تونس. تحمل فيها، خديت فيها هيك كيما الجريج هذايا، ماهوش قريرة او جريج، كيما نفس الموبل متاع الموبل. وخديت البلوسي فيها هيك تاشيت بلوسيل، قلت ندخل لهم كولور البلوسيل في الحيط في الدهون باش نعمل الدهون. قلت ناخذ الزربية فيها جست شويه هيك وبرا الرابيل بتاع البلو، والبقيه نخدمه في الحيط. عطيوني رايكم، متاكده باش نتسال عليهم. خديتهم الوحده ب 65 دينار، خديناهم اكل اصح حاجه خاطر ولادي كانت عندهم كعبه وكسرها. شوفوا ها شنو حاطين فيه، امبارح لعبوا بيهم، كرسي يتهز في زميرة، اثنين كعبتين كيف كيف. ديما كل حاجة ناخذها كيف كيف، يعني خاطر ولادي ما نحكي لكمش هكا، هو مازال عندي تبش ما نظمتوش يعني هيك. ان شاء الله ها كي نكملها على لكم الفرشة الاولى. ياوي مش ياوي، واو واو والله شكل لعب مش وش البيت ايه شوف عاد شوف بيتك، شوف بيتك يا سلام واش ترقدوا انتوما، واش ترقدوا وين؟ واش ترقد انت وين؟ نرقد قادي وانس، وين يرقد انس؟ يرقد قادي. اي ارجع ارجع البيت، اي ارجع البيت، اي تتفرج على العظيم العلاقه بالبيت جمله. انس قوم شوف بيتك يا انس، قوم شوف بيتك احلاها، شوف يا يا كيف ما شفتوا رد الفعل متاع ولادي بصراحة يفشل، كان ماشي في بالي هيك ردة فعل، ورادي شريت لهم زوز كرهب وقعد الوجه الخساير والوجه التعب وهشقا والتعب اللي يستنى فيها متاع الدينة في الاخر، لا غزروا للسرير لا غزروا للقلص، لما غزروا لحتى بلاصة للزرابي لحتى شيء غزروا، كان لك زوز اللعب.
مشيت إذا شفت وسمتك البيروات الصغار متاع الصغيرات، كان تعرفوهم هك البيروات يبداو صغيرين هيك مش لوح، يعني خاطر عندي بيرو لوح ونصور هذاك هو اللي باش ندهنهولهم مثل في البلون ولا حاجة، وإلا نطلع لهم بيرو بزوز بلايص. حاسين وسمتهم الحقيقة استغليتهم شوية، لقيت البيرو ب75 ظهر لي ولا 65 حاجة هيك، استغليته قلت زيد باش نقعد نشري فيه، مش زيد باش يضيق لي البيت اصلا. وبعد البريد كملت البيت متاعهم، تعديت البيت متاع القاعات، البيت متاع القاعات كيف ما العادة ضريبة اسبيراتور وتنظيم من فوق لفوق، مسحان الغبرة وين حاطة التلفزة ومسحان التلفزة. برشا يقولوا لي شبيك تمسح التلفزة بالأجاكس، راهم ما عمري ما نصب الأجاكس عليها ولا خل ولا حاجة على التلفزة. المنديلة هذيك شي حكينا قبل كنت نحط فيها شوية أجاكس ولا خل نمسح بها البلارة، أما عمري ما نفشفش أي نوع متعمي نفشفشو على البلارة، فهمتوا؟ وإلا نعمل لانجيت كي نمسحها نمسحها معناها شليقة تبدا شيحة، البلاصة نختارها تبدا شيحة ماهيش مبلولة. اكيد التلفزة ما لازمهاش تمسح بحاجة مبلولة ولا تش عليها مية بطبيعة باش تتهلك. كنت نمسح في الطاولة بك البرودوي متاع اللوح، ستا برشا قالوا لي بنتك صغيرة وكل بكش تمس ساعة وبعد تمس فمها الحاجة هذية، بالحق ما كنتش ننتبه لها وليت ما عرفش نستعملك البرودوي متاع اللوح، وليت هاني نعمل نمسح بوحدة وكهو بالمي وبرق مي وخل. وكهو فيسع فيسع ما كملت البيت، شوفوا محلية تكون في نوع تولي في نوع، وفي ساعة في ساعة ما ترجع بالطبيعة. بعد ما كملت بيت صغار وكملت بيت لقعات نخرج على الكلوار. الكلوار ما عنديش فيه حاجة كبيرة كما شفتوا، مسحة خفيفة وكهو ديجا صغير، هي الحاجة على قد ما تكونك صغيرة ومتحفنة في نظامها أسهل برشا تبدأ حاجة تبدأ كبيرة وتبدأ فيها برشا تفش وحاجات زايدين وتحف ودرجنو، تبدأ حاجة بلاصة صغيرة في ساعة في ساعة ما تتخمل. وكل حتى الدار كي تبدأ هيك متحفنة صغيرة خير ما تبدأ دار كبيرة بالنسبة لي أني. كل عادة نمسحه بشوية خل ولا نمسحه بالجافيل، والجافيل أحسن، الجافيل يقتل، كان فما حاجة في الدار تقتل، أما الخل هو ديما للتعقيم ما يقتلش كان جرثومة والحاجة. أني هي نمسح بالجافيل، رجعت نمسح بالجافيل والبرودوي اللي نمسح به القاعة وشوية فواح دي جوريتكم من البارحة. كمشيت للصالة زيادة تنفيضة زيادة من فوق لفوق، إن شاء الله قلت وقت اللي نكمل الحوسة هذه الكل نعملها تنفيضة باهية، نهز الزرابي كل ما توا من فوق لفوق ناحية الغبابر، على خاطر عندي الحقيقة نهارين ولا ثلاثة ولا يمكن حتى أكثر، من نهار الجمعة البنات، من نهار الجمعة يمكن محروقتش في الدار كما يلزم خاطر كنت تعبة شوية مريضة شوية، حتى صغاري هزتهم وما بحذاها والله كان مش ما منعش شنو كان ممكن يصير فيها وإني وصغاري. الحمد لله توا أبرك، رجعوا البارح صغاري كيف ما شفتوا ردة فعلهم خاطر ما فاقوش بيتهم ما شافوا حتى شيء من لا موبيليا لا حتى شيء. وكهو قلت خلي ننفضها من الغبيبر، لا هزيت زرابي لا حتى شيء خاطر عندي تطيب فطور وبرشا حركة اليوم. وهذاك البيرو اللي كان في بيت الصغار نسيته في البركون وقت اللي دخلت الموبيليا كل خرجته في البركون، قلت نحي منه فما الأورديناتور بتاع الصغار وفما البورتاتيف متاعي اني نسيته في البركون، صبت عليه مطر والله لاني عارفه شو مش يصير لهم، هاني خليته اني على جنب باش نسيق البركون ونرجع البيرو في الشمس. قال لي راجلي ما تمسهمش خليهم في الشمس حتى لين نشوفهم من بعد نحلهم نشوفهم لا يقعدوا يصلحوا ولا لي ان شاء الله يا ربي يقعدوا لبس عليهم. هي كي صبت المطر ما زالت معناها بديت تكتنكت واحنا دخلناهم، اما فما البلل عليهم وبطبيعة كي تصب عندي المطر راني البريك اني تبدا حالة وتراسي يبدا حالة. عملت تسييقة من فوق لفوق خاطر كيما شفتوا السرة مازالوا محطوطين في البركون كيف ما هما،
رجلي يروح مؤخر من الخدمة ونهار اللي يرتاح فيه. مشيت معناه امبارح مشيت شريت القضية اللي ناقصيني وكل ذاك، علاش قعدوا السرة مازالوا قاعدين غادي في بلاصتهم، ان شاء الله غدوة نهبطوهم اللوطة ونشوف شنو باش نعمل بيهم. كيف ما شفتوا خرجت البيرو للشمس، هذيك الزربية اللي هزيتها يعني رجعت فرشتها وكهو، الاخرين ما هزيتهمش. ومن بعد دخلت البيت البانو، والله روتين متاع كل يوم هذوما يتعملوا، حتى مريضة مش مريضة كل يوم نعملوا الحاجات هذوما، نمسح البلارة لازم بالخل ولا البرودوي اللي تمسحوا بيه البلار، حاجة لازمة باش ما تبداش مشب مش هكا مشبة ولا كيفاش، حتى الواحد كي يغزر لهم تجيه كما ده كيفاش، تحس انه البيت البانو كله ماهيش نظيفة، كي تبدا هيك بالارة تشعل تحس الدنيا كل محلاها نظيفة تشره. نمسح البلارة، نحك اللافابو، نعمل البانو نحكه زيدا كل يوم، نحك البيت البانو بكله زيدا، بالنسبة لزيدا للتواليت زيدا نفس الحكايات نعملهم، نحك القاعة وكل شيء. وذاك الروتين بتاع كل يوم يعني اكيد حطيتهم هيك. وبالنسبه للبرودوي اللي نستعمله في بيت البانو هاكم تشوفوا جافيل ودينول متاع الغسيل الماعون، نصبها في الدبوسه هذيك، وهذيك ديما تبع فيا يعني لو عندي ملي عرست نعمل بها الدبوسه هذيك، علمتها لي ما قعدت نعمل بها، لا عمري شريت برودوي للبانو ولا حاجه، نشري الوحيد الحاجه الوحيده نشريها الشوك للتواليت نعملها مرة هيك في كل 3 أيام، أما ديما إيديا بك الواحدة هذيك الخليط هذاك اللي عملته، ساعات نعمل خل وبيكربونات صودا ودينول، وساعات نعمل جافيل ودينول، المهم الخل والجافيل ما تخلطوهمش مع بعضهم، وديما إيدي فيهم عرفتوا، الواحدة الدبوسة هذيك ديما محطوطة بحذية، وكيف ندخل نتوضى ولا ندخل باش نغسل وجهي ولا ديما نعمل حكا، ما نحبش الراهم شبب. نعم ضربة زيد على البلايص اللي دايرين بيه خاطر حتى هما يبداو كم شابين، كما شفتوا اني بيت البانو بتاعي زرقاء اقل حاجة تظهر فيها.
بعد ما شي حد بيت البان واني فرشتها، راهو اي حاجة نعملها وتروني ديريكت فرشتها ونخليها تشيح، جوس اني نقص في المونتاج باش الفيديو ما يطولش عليكم. المي وقت اللي صيقت البيت البانو والتواليت عشاكم نعديه ديريكت، معناه نخرجوا للتراس، خاطر كيف ما شفتوا ما عنديش وين نخرج المي، نخرجوا ديريكت. ومن بعد لازم باش نعملها تصيقه البلاصه هذه، يا تصيقه يا مسحان. كان استعملت برشا مي في البيت البانو نولي نصيقها، كان شويه شويه نولي نمسحه بر. المي هذاك جديد، معناه بعد ما خرجت المي اللي حكيت بيه عاودت صبيت مي اخر وعملت شويه جافيل شويه دينول وعملت لها حكه الكلور الصغير هذايا. بطبيعه بعد هذايا كل بعد ما مسحت بيت النو ما ننساش الكوجينه اخر حاجه، حتى هي زاد عملت لها حكه باهيه بالرغم البارح طيبت فيها وكله ومعناها الروتين نتاعها عملته لها كامل مكمل دار، ما عملتش فيها حاجه كبيره خاطر صغاري مش عرفتوا ما عنديش قضيه كي يبداو صغار مش هني ما تبداش عندي قضيه كبيره. من الكوجينه عملت الروتين لها هي، بعد ما روحنا بالقضيه من الترفر قعدت لهني هيك وعقمت القضيه الكل وعقمت الكوجينه بكلها بالجافيل كمل حتى هي نشيحها نشفها باش تشيح ونعمل تبخيرة للدار. تو باش نعمل تبخيره للدار لازم بعد الميناج الكبير لازم تبخيره، كل واحد يبدل به ريحه الدار وريحه النفس. خاصه في الشتاء يعجبني نكمل نبخرها ونسكر الباب خاطر الدنيا بردت محلاها، مش ما عادش متاع كباب يقعد محلول وكل شيء. صغار هاكا هزوا ساي الكراهب متاعهم مشاو يلعبوا بيهم اللوطة في السداء، هكا هو اخر حاجه نخليه الكانون اللي هيك في الصاله، نخليه يبخر على روحه في الدار. سيب نحكي لكمش على الريحه وعلى محلاه الاحساس كي تكمل لك شورك وتعمل تبخيره خاصه هيك مع قهيوه من بعد وركشه. امين تأمني تو تعرفوا شنو باش نعمل، كمل نسكر الدار. مازلت عندي تو الكوجينه باش نمشي نحي الغلاف نتاع الكوجينه ونعاود غلاف اخر تو تشوفوا بصراحة نتصور نتيجة مزيانة. خلنا نسكر الضوء، نسكر الشباك، زيت بورت في نتر متاع البيت القعاد. أنا ناس قاعد يلعب، ناس قول عسلام مخصابك هبط تاني والله لا فقت بي لأصلا. هذه هيك البيت البانو يقعد نظيف يهب حتى بك الجافيل ودينول وبرا متاع معون وغير حتى ما نشري حتى برودوي، يقعد يشعل ونظيف شوف محلاه. وخاصة الشياشة ديما ردوا بالكم لازمكم تمسحوهم بعد ما تكملوا باش يقعدوا هكا يشعلوا. وكهو كي كملت نمشيو تو للكوجينة نشوفوا شنو باش نعملوا في الكوجينة، حاجة هكا باش تبدل لي نفسيتي على الاخر. وبطبيعة مادام نقول لكم حاجة باش نبدلها الكوجينة عارفوا لي اني باش نحي هاللصق هذايا ونعمل بابي اخر. هذاك المارون اللي خدمناه مع بعضنا كل نهار
وقتاني ما لقيتش الكحل، وعندي قديش لوج على الكحل، والبارح الحمد لله يا ربي لقيته، وراني ما صدقتش كيف ريته، راني قريب نعرفش شنو نعمل، والله قريب نزغرت. والولي شت من عنده وقالي راهو اكثر لون يخرج هو الكحل، راه ديريكت قالي نجيبه ديريكت يخرج. اني وقت اللي مشيت مازال كي جاب معناها مازال كي جاب السلعه نتاعو، وليت خديت 6 مترو، اني نحتاج يمكن زوز مترو ولا 3 مترو، اما خديت 6 مترو، قلت يقعدوا لي حتى كي تهلك كلك حنعاود نعمل فوقه، على خاطر الخامه هذيا في ساعه ما تتهلك ديما نصور عليها وديما نحرك عليها. وكل خديت بالزايد، خديت دوبل ولا تريبل بتاع 3 مرات ان شاء الله بقدرة ربي، خاطر عارفة روحي مستحيل كما زلت نلقاه. هذاك لك حل بنيته كما شفتوا كيفاش نحاه راجلي في ساعة في ساعة، سهل على الاخر دريكت جبنا لا سيشوار لا حتى شيء. المرة هذه في ساعة ما تنحى، كي يبدأ الورق هذاك يبدأ كاليتي باهية، ما هو شكل مخشوش للنظر، راح يتنحى بكل سهولة. وبعد ركبناه كيف ما شفتوا، بالنسبه لتركيبه راهو تركيبه ماذا بكم تقصوا الطول متاع الرخامه تقسموها على 3 ولا على 2 وتركبوها، خير من انكم تركبوها لقشه كامله. نشوف في برشا يلصقوا فيها كامله غلط التركيب هذاك، باللي باش تعمل يقعد فما خطوط ويقعد فما هواء. اما كي تقسموا الورق هذاك على 3، كيما عملت تاني مثال على 3، قسمت رخامتي على 3 وركبتها، تقعد معناها تقولش عليها رخامه بالحق. نعرف باش تقولوا لي مش صحيه ومش باهيه، كانت تعجن عليها حاجه وكل، اما كتبديل والله العظيم ما تتصوروش قديش نفسيتي ارتاحت كي بدلتها، خاصة عندي الكوجينة، يعني اي حاجة تزيد في الكوجينة نفسيتي ما تتصوروش قديش ترتاح، لا صالة لا بيت لا حتى شيء تأثر فيه على قد ما تأثر فيه الكوجينة، خاطر ريسك النهار يكون عديفة نحبها، نحب نقعد فيها، نحب يعني نعمل جو على تنظيمها على تنظيفها وكل شيء، ونحب كي نزيد فيها حاجة هيك نزيدها ناش حصيله فرحت بيه لك حل ما تتصوروش. تو اني يمكن رابع مره هذه نعمل الورق هذا، ما عملت ابيض، ما عملت مارون، ما عملت اكحل كيما رخامه، وما عملت جري حصيله. اما اكثر مره هي هذه المره هذه اللي عجبتني بالحق، وحسيتها تقولش عليه كالرخام مزيان عجبني. هذوكم حكوك زاد شريتهم من ترفر، حكة كبيرة حطيت فيها قهوة عربي عملتها حماتي، وكملت عليها كل الساشيات الاخرين قلت خلي تقوى شوية، واللي بجنبها حطيت فيها تاي الاخضر، واللي بجنبها صغيرة حطيت فيها نسكافيه اماني من بعد حطيت فيها، بعد ما كملت تصوير واللي تصبيتها فيها قلت خلي هذوكم ثلاثة هنا اعز حاجة نشربهم اني في النهار، انا حطيتهم بحذية، والسكر هنا محطوطة لفوقي. وهذاك الفانوس شريته زيدا قلت خاطر المولد جاي وكل كديكور معناها وحاجة هيك محلاها كل ديني كل، هو مكتوب عليه رمضان كريم، اما فما حتى العاديين ما فماش حتى رمضان كريم. الفانوس هذاك خديته ب 13 دينار، يبيعوا فيه ب 20 على الفيسبوك، اني خديته ب 12 ب 13 يا ربي، هو قال لي سوم لو جرو. وخذيت صحافي متاع سيدة تشوفوهم معايا سامبل على الاخر، لقيت زيدا في ترفرك الصحافي كل تبدا بخطاهم، كنت عارفوهم يبيعوا فيهم الكعبه ب 9000 ولا 12 فيسبوك، لقيتهم في ترفر ب 8000 الكعبه، اما بصراحه صغيرين على الاخر ما يرفعوش، يمكن 3 مغارف عصيده يرفعوا، ومش تحط الكريمه ومش تحط الفاكيا، هما مزيانين اما ما عجبونيش من صغار ياسر. وهكا حطيتك الكيسين اللي اني نحبهم نشرب فيهم تواني في قهوتي في تاي تاع القهوة متاع الكابتشينو متاع التاي، حطيتهم غادي ومتاع قهوتي هنا فوق الطاولة، حطيت تراو كل الكيسين في الكوجينة خاطر أعز حاجة نحبها بالحق نعمل عليها كيف القهوة. وكاو لاني حبيت نوريكم في الظلام كيفاش يبدا يشعل الفانوس، عاش عملت عليه جو زاد هو. واني هيك نوصل بكم لاخر الفيديو، ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم ونشطكم شويه، وتوما بقى لي كم شغلكم، في امان الله ورعايته، نلقاكم في فيديو اخر.